دونك جينيرالمون في الوقت هذايا ثم برشا عباد ما عادش عارفه شنو تاكل بالكدا، ما عادش عارفه كيفاش تحافظ على المناعه نتاعها والا تقوي المناعه نتاعها. انا واحد من الناس حاير ونسال في السؤال هذايا، دونك حبيت نقول لك انت ما عندكش لا سوليسيون. هو سي فري كو البيريود هذايا الناس الكل قاعده تفركس باش تقوي المناعه نتاعها، سورتو كو ما عندناش الوقت باش ناكلوا حاجه صحيه وحاجه متوازنه ومتكامله. دونك يظهر لي اليوم عندنا ان برودوي ميراكولو بشهاده لي بلو غران سبيسياليست. خلينا نشوفوا مع بعضنا الفيتير. علاش نستعمل سبيرولين؟ على خاطر المكونات اللي فيها. سبيرولين غنية بالبروتينات، من 55-70% منها بروتينات، على خاطر غنية بالزونتي أوكسيدان لي كاروتينويد ولي فيتوسيامين، على خاطر فيها دهنيات مونو ساتوري، وعلى خاطر فيها الحديد. بالمكونات اللي حكينا عليهم في السبيرولين خاصيتها باش تعاوننا سبيرولين، باش تعاوننا اولا في تقويه المناعه بالمكونات اللي فيها، باش تعاوننا في تعديل نسبه السكر والكوليسترول في الجسم، باش تعاوننا في لي زونتي اوكسيدون تاعها باش تجدد الخلايا في الجسم، وباش تعاوننا زاده نستعملوها في التضعيف في تنقيص الوزن، على خاطر اولا الموجود في اي ريجيم انه الانسان يبدا ناقص مكونات الجسم مكملات غذائيه نجمو نعاونو بالسبيرولين، وثانيا طاقه السبيرولين باش تقنع في الماكله. دونك كي نعطيو سبيرولين الانسان يحس اكثر بروحو متقنع فشي طاقه شويه. من النصائح اللي ماذا فيا نقولها لكم كي باش ناخذو سبيرولين، فما حويجات لازم نعرفهم. اولا المصدر اللي جات منه السبيرولين اللي نعرفوه اللي تحالب تشد ياسر المعادن الثقيلة كيما الرصاص وكيما الأرسنيوم. دونك يلزمنا نعرفو وين تعملت سبيرولين، فهنايا أحوال يلزم تكون البلاصة اللي تعملت فيها بعيدة على التلوث. ثانيا يلزمنا نعرفو السبيرولين تنشط، على ذاك ماذا بينا ما ناخذوهاش لا في العشية لا في الليل خاطر طايش علينا منه. ثالثا الكمية نتاع سبيرولين كي باش نبداو ناخذوها نبداو بكميات صغيرة وعمال ونزيدو في الكمية، على خاطر بكميات كبيرة من الأول تنجم تعمل قلق كبير في الجهاز الهضمي. دونك فوالا نتصور اللي عرفتوا شنو هي توا الفوائد نتاع السبيرولين، واحنا باش نزيدوا نعرفوا اكثر حاجات معنا مريم توكابري اخصائيه في التغذيه. مرحبا بك مريم. يعيشك. عسلامه مريم. فينا الكل عسلامه ميسا. سافا. عايشك الحمد لله. انا ديما نحب نسال اكل هكاك البرودوي هكا الصغرون الاخضر هذاك شنو هي حكايته؟ هو جوستومون صغيرون وفيه بوكو دو بيان في دايوغ سي ان سوبر اليمون. نحب نقول نركز سورتو معناتها بالنسبه للبارتيكولاريتي نتاع سبيرولين فيرفوي اللي لا كولتور نتاعها معناتها كولتور سين سامبل، معناتها ما يستعملوش ليزاكسيليغاتور بور لا روبوس تاع الميكرو الغ هذايا، دونك تحافظ على لا كاليتي نتاعها، سي دون كاليتي سوبيريور، ولا كاليتي كيما شفنا في فيتير معناتها نتاع السبيرولين اللي تخليها ان اليمون معناتها ان كومبليمون اليمونتير يعاون بالكدا باش يعوض اك النقائص اللي يصيروا في الماكله وقت ما ناكلوش صحي برشا. دونك مريم الماركه هذايا مارك فيرفويس هي ماركه تونسيه. أيه. دونك عملت ابحاث بالطبيعه وخرجت لنا هالبرودوي هذا الماجيك اللي هو سبيرولين اللي انت توا حاولت بون سبيرولين صلحني كان انا غلط، هي ماركه عالميه موجوده باختو دونك هما يلون ديفلوبي اون كور. هي فوالا سي اون ميكرو الغ موجوده معناتها هي عالميا توا ولات معروفه مطلوبه برشا خاطر معناتها اثبتت الدراسات العلميه الاخرى دايوغ معناتها الامبورتونس نتاعها للصحه نتاعنا واللي هي تعوض التغذيه كي تكون ناقصه شويه. الفيرفوي لا مارك تونيزيان هذايا 100% تونيزيان 100% ناتوريل، يعملوا الامبور نتاعها معناتها لاسوش من بلجيكا وتصير الكولتور نتاعها في منطقة رطيبة اللي هي تابعة كلسة في ولاية نابل، منطقة معناتها نظيفة دونك المناخ نتاعها بالطبيعة يخلي انه تنجم تعمل كل شيء. تو تافي. انا حبيت نسأل بالطبيعة المنافع نتاع السبيرولين هذه من مارك فيرفوي شنو هو تنجم كاسكو بو كومبلي، يعني عبد يقول قايل انا واحد من الناس ولا حتى ميسا ولا نحن توا براتيكمون لي جون اللي في عمرنا الكل ولا الناس اللي قاعد تخدم كو سوسوا شباب والا كهول والا حتى ناس كبار شوية
عندنا مشكله في الماكله، ما عادش عندنا الماكله الزمنيه نتاع قبل، كي يقول قايل لك فطور الصباح والقايله والعشاء، توا ثم لي فاست فود، ثم ستريت، ثم الخدمه، ثم الجري، ثم المشي والجاي، هوني وين الانترفونسيون تكون نتاع لو برودوي هذا. هوني نحب نحكي اول حاجه على لي بارتيكولاريتي نتاع سبيرولين فيرفوي اللي هي فيها لي فيكوسيانين. هذوما فيكوسيانين فوالا هذوما اللي يعطيو اللون نتاع السبيرولين، واللي هذوما معناتها سورتو الماتيغ هذيا الماده هذي فيها برشا مضادات الالتهابات. دونك نعرفوا احنا في الوقت هذايا توا الناس الكل تخمم باش تقوي الميونيتي نتاعها، باغمي لي سيني نتاع لو مانك دو ديميونيتي والا كي نتعرضوا لدي بكتيري ولا دي فيروس ولا اي مشكل فما ظهور الالتهابات. دونك الالتهابات تنجم تكون في الجريجم، تنجم تكون في المعده، الناس اللي عندهم لي غاستريت في المفاصل، الناس اللي عندهم لي زارتروز والا لي بوليارتريت معناتها الالتهابات نتاع المفاصل. دونك لي فيكوسيانين هذوما هما مضادات الالتهابات. هبيت بهين برشا معناتها يسوفي دو بتيت دوز طول لي جور باش نجمو نوخو ظهور الاعراض نتاع اكزاكتومون. تو نحكيهم بعد شويه على لي دوز هذوما، خلي ميسا تسالك سورتو على لي دوز، مي انا نحب نعرف اللي توا ثم بلوتو توندونس ميسا انه الناس تلوش في الفيتامين هذايا. فوالا اكزاكتومون، توا جينيرالمون العباد الكل تاخذ في الزنك، تاخذ فيتامين سي، مغنيزيوم، فيتامين دي، دونك بالحق واحد يذيع ما هالاسامي هذوما الكل ولي فيتامين هذوما الكل. السبيرولين نتاع فيرفي شنو تنجم تعوض وشنو فيها كوم فيتامين اي كوم كومبليمون؟ معناها فيها برشا زنك اللي هو يقوي المناعه نتاعنا. دونك لهنا الزنك نعرفوا اللي هو موجود في معناتها ماكله اللي هي تكون غاليه شويه، دونك نحكيو كيما على الحوت وفخو المير. لا بارتيكولاريتي نتاع سبيرولين فيرفي اللي هي كونتيتي صغيره تعطينا براتيكمون معناتها كل ما يستحق الجسم نتاعنا من الزنك على نهار كامل. نلقاو فيه الحديد، نلقاو فيه المغنيزيوم، نلقاو فيه البيتا كاروتين اللي هي هذه الفيتامين ا اللي باهيه للبشره نتاعنا، باهيه العينين بور اميليوري لا فيزيون. دونك هذايا سبيرولين هذايا حاجه يعني اكسترودينير اون برانسيب بشهاده اون سبيسياليست تاع نوتريسيون. هاك ولا توت افي خمسه على خمسه. فما دو فورم، فما هذايا الفورم شنو اسمها اللي هي سي لا فورم بايت فوالا هذايا باهيه برشا بالنسبه سورتو اللي يحبوا يطيبوا حاجات. دونك نجموا نزيدوها في لي جو، لي جو فري يكونوا دو بريفيرونس بيان سور، نجموا نزيدوها في البيض ولا لي بوتاج، لي كريم دو ليغوم، نجموا نزيدوها فوق لي سالاد. اسكو نجموا يستعملوها الصغار؟ اي بيان سور لي بيبي à partir de 1 an dès la diversification alimentaire نجمو نستعملو نجمو نحطولهم الفورما بايت في الماكله في البرودو باش نقويو والكونتيتي قداش كيفاش نعرف انا قداش نحط؟ دونك هو ابوبري بالنسبه للناس اللي باش يبداو يستعملوا فيها نبداو باغ بتيت دوز حتى الدنيا ستينس خاطر هي قلنا يعني مغرفه صغيره نتاع قهوه فوالا نبداو ديما اونتر 3 و 5 غرام دونك نص مغرفه نتاع قهوه ومن بعد نوليو في مغرفه نتاع قهوه باهي بلك دي بلك دي باش نجم تعطينا كيما قلنا خاطر سي ان سوبر اليمون باش برشا اللي مره برشا في النهار ولا مرتين ولا نبداو باغ سول فوا معناتها نستحقوا 3 ل 5 غرامات في النهار ومن بعد نجموا نوليو معناتها ناخذوا دي كومبليمون اللي هما نمشيو للفورم دونك جيلول لهنا نجموا نستعملوا. سامحني سؤال، كي تقول لي من بعد يعني انت وعمر الصغير ولا انت والمده الزمنيه؟ دونك لهنا يعني اليوم والشهر الجاي نولي نتعدى الكونتيتي اكبر والا انت والعمر؟ باهي شوف لهنا باش نصنف حاجتين، فما اللي عندهم ديكارونس دونك لهنا نحكيو مثلا على لي فام انسانت، نحكيو على لي فام اليتونت، لي سبورتيف اللي هما يستحقوا اكثر من غيرهم انهم يكونوا متغذين بالكدا. لهنا اون بو الي جوسكا لي 5 غرام نتاعنا كي نبداو دونك في المده الزمنيه نتاع الجمعه الاولى 10 مولانين ومن بعد نجمو نزيدو. نجمو ناخذ الناس العاديين اللي ماكلتهم صحيه اما يحبوا ياخذوه باش ينجموا هما يحافظوا على تغذيه سليمه والا لي بيبي اللي ياكل عادي دونك لهنا ينجم يقعد في 3 سنين. دونك انا نحب نذكر الماركه هذه فيرفي دو توت لي فاسون نحن ديما ننصحوا الساده المشاهدين انهم يرجعوا للطبيب يعني اخصائي في التغذيه ولا طبيب العائله نجم هو يزيد ينصحهم كوكو يعني الفيرفي هذايا الفيرفي بلوتو المارك نتاع سبيرولين هذايا نجم الناس الكل تاخذها. دونك انا نحب نشكرك مدام على المعلومات القيمه اللي اعطيتهمنا ونحب نذكركم اترافير مايسا انه لي برودوي اللي قاعدين نحكيو عليهم الكل اي كومبري الفيرفوي يعني سبيرولين فيرفوي موجوده مايسا على ميركادو بوان تي ان. عندنا لو فورما جيلول، فما الفورما الصغير وفما لو فورما زاد الكبير. La spiruline de la marque Verfeuille, Matalkauha Kenan Mercado, elle est trotte à la comme deux packs. L'Owell fit 180 gélules, miet grain paillette ou maham 60 gélules cadeau, ptesa ou tesa dinar, prix Mercado TV. Wetheni fit deux boîtes 180 gélules, maham 60 gélules cadeau, ptesa ou tesa dinar, akahao. دونك نجمو نلقاو سو فورم دو دو فورما البايات والفورما زيدا جيلول. دونك البايات بور تو سكي بريباراسيون كولينير والا زيدا لو فورما جيلول موجودين على ميركادو بوان تي ان ايمن افيك لي ميرسي بوكو مايسا. ميرسي بوكو مريم ديما تطل علينا عطينا هكا لي بون دي. احنا دونك نحب نذكركم اللي لي دي هذوما كل تلقاو معنا نحن في ميركادو تي في بطبيعه ليميسيون اللي هي لانكونتونابل سيغتانمون لي فامي توانس الكل على خاطر تلقاو فيها اللي يهمكم من الكبير ولا من صغير.
دونك نذكركم الناس الكل اللي انتم قاعدين تتابعوا فينا توا على ميركادو تي في ليميسيون تاع التيلي شوبينغ نتاعكم اللي تتعدى كل نهار على قناه الحوار التونسي. بالطبيعه تلقاو عندنا احسن فريات واحسن لي برودوي، عندنا اكثر من 5000 برودوي، عندنا اون ايكيب بروفيسيونيل اللي تسهر الراحه نتاعكم من وقت لوقت. مايسا من 8 حتى ل 6 نتاع العشاء، من 8 حتى ل 6 نتاع العشاء. بالطبيعه ماليكم كان تدخلوا للسيت نتاعنا ميركادو.ان وتختاروا لان دي برودوي اللي قاعدين نقدموهم لكم احنا ونحكيو لكم عليهم. انا اليوم نحب نحكي لكم على ان برودوي فيه برشا حاجات، جيم سيت نتاعنا اللي هو بادي سكولتور، الكيت بادي سكولتور. شنو فيه زعما مايس؟ دونك اي من الكيت نتاعنا دو لا مارك بودي سكولتور اللي هي اون مارك من عام 1965، عندهم اكثر من 55 سنه ديكسبيريونس. دونك الكيت نتاعنا اللي هو اسمه جيم سيت باش نلقاو فيه 4 برودوي. دونك عندنا التوب دو ريزيستانس، عندنا لي دو زالتير اللي يوزنوا 0.5 كيلو، عندنا الايروبيك سيت، وعندنا لابو نتاع الجيم. هذوما الكل نلقاهم في كيت واحد على ميركادو.ان في الروبريك ميركادو تي في. دونك فوالا في الروبريك ميركادو تي في على السيت نتاعنا ميركادو.ان تنجموا تلقاو احسن لافاريات اي لي ميور ديال انت مسيو مدام مدموزيل في الدار. كان تحب تعمل سبور بالكيت هذا، الكيت اللي كما قلت لكم مايسا فيه برشا حاجات، تنجموا في الدار في الصالون انت تاكل، انت تتفرج فينا اكسترا، تعمل سبور حتى وانت تاكلي، على خاطر نجموا نخدموا زاده البيسبس التريسبس، نخدموا les abdos, الظهر etc. بالكيت نتاعنا هذا. دونك وين نلقاو مايسا؟ في ميركادو.ان. دونك نجمو نخدمو لي موسكل نتاع البدن الكل، وكيف كيف عندنا اون بومب اللي نجمو ننفخو بها البول دو جيم، هكاك نجمو ننفخوها ونفشوها وقت ما نحبو، ونجمو حتى نهزو الكيت معانا هذايا اون اكستيريور باش نعملو دي زيكزيرسيس اون اكستيريور. دونك نجمو نخدمو لي زيكزيرسيس في الدار، نجمو زادا نخدموهم اون اكستيريور ماهوش رزين، دونك نجمو نهزوه بارتو. نجمو تعملوا ايكونومي ب 30 دينار كاملين على البودي سكولتشر جيم سيت كان تكمانديوها من ميركادو.ان ب 169 في عوض 199 دينار. دونك فوالا كيما مكتوب في السيت نتاعنا ايديال بور لايروبيك وزاده في الهوم تريننج، يعني حتى في الدار تنجم تعمل لونترينمون تاعك. دونك من غير ما تلوش برشا، ما عندك ما تلوش في حتى بلاصه اخرى تلقاه كان عندنا نحن في ميركادو.ان. حاسيلو كان انتم كيفي انا عندكم اكثر من عامين ولا ثلاثه جو سي با قداش، كل نهار تقولوا غده باش نعمل سبور غده باش نعمل سبور. انا لقيت سوليسيون، دخلت على ميركادو.ان وشريت الماكينه هذه اللي هي 18 اون. انا ايمن ان توكا جو سوي ديجا اون توني دو سبور، واليوم معنا كوتش سلوى وكوتش سام باش يورينا شنو ما لي زيكزيرسيس اللي نجمو نعملوهم بالبودي سكولتور نتاع اليوم. عسلامة كوتش. سافا سافا سالو سافا. يا سام، أ توا تجوي قول لنا شنو حكايتها هالبرودوي هذايا، شنو حكايته وشنو نجمو نعملو بيه؟ En fait, Body Sculpture, c'est une marque anglaise. Elle a été créée en 1965, donc elle a presque 55 ans d'expérience. Mm-hmm. C'est une machine magique. C'est un produit vraiment magique. Donc, je vais faire des règles, tu as Et donc, dis-moi, nous avons 3 ans, 4 ans, 5 ans, il dit 18 ans. Donc, nous avons fait 18 ans d'exercice. Oui. Voilà, nous avons fait un échauffement. En fait, on peut la déboîter. Ok. Je vais faire les haltères. C'est des haltères. Nous avons fait un échauffement. Nous avons 500 grammes. Tu vois? Ça va. Très efficace. Ça va. Moi, je suis le zan. Nous avons fait un échauffement. Bien sûr. Avec un nombre de répétitions qui vient automatiquement, tu seras une belle guidée. D'accord. Tu as bien débuté déjà avec l'échauffement? Bien sûr. Voilà. Il y a la salle. Il faut une démonstration. Je vais prendre les haltères. Donc, je vais prendre la première chose, les haltères. Oui. On va prendre l'élastique, tu n'as pas besoin de les mettre. Et on commence par l'échauffement. Là, les bras, donc, toujours avec les haltères. Et on relâche. Encore. Et. Bras tendus. Encore. L'autre. Chaque mouvement pour 10 secondes. Donc généralement, ça, c'est un échauffement simple. C'est un échauffement d'initiation. Voilà. Maintenant, c'est très important. Donc, pour éviter tout ce qui est blessure, etc. Exactement. Donc, il y a une séance, je vais faire le sport ou quoi que ce soit. Je vais faire quelques exercices d'échauffement. Bien sûr. Je vais faire un peu de choix, les muscles. Il faut juste s'accorder 2-3 minutes. Donc, on va dire, là, allez, la moyenne, tu as 5 secondes. Exact, c'est parfait. Donc, là, je vais l'utiliser en tant que stepper. Là, je vais l'utiliser les bras, les biceps. Ah, il y a ça, oui. Qu'est-ce que c'est? Step, je vais l'utiliser les fesses, les hanches, les adducteurs, des simples exercices. Et surtout pour les femmes, là, des battements latéraux, droite,
gauche, défendre. Pour les adducteurs. Et voilà, mais on peut travailler le haut du corps avec Sam, les pectoraux, les dorsaux, les bras. Bien sûr. Sam, je t'aurai des exercices pour hommes, t'as. Bien sûr. Ouais. يلا سام دونك هذا باش تبع كان فيه راهو بارفي بارفي يا جافوا نجمو نخدمو دي بومب اكارتي اوكي حطو يدينا لهنا هاب اي لا دونك هذا سكون ابل لي بومب اكارتي اوكي جافاي لي بيكتورو باش نخدم لي بيكتورو فوالا اكزاكتومون اون بو ترافاي اوسي ان فيت لي بومب سيري سي بور لي تريسبس هنا اي هاب دونك اوكي Donc, ça m'a déjà fait le pompe. Là, je m'en ai mis les pompes écartées, je t'ai mis les pectoraux. Ou les pompes serrées, généralement, je t'ai mis les triceps. Ok. Et là, je m'en ai mis les abdos. Là, je m'en ai mis les abdos. Et donc, les muscles tennis, le col, t'as mis les muscles tennis. En fait, le body sculpture, là, je m'en ai mis les abdominaux. Les crunchs, hop, là. Ben. On peut travailler les crunchs en bas aussi. Là. Et aussi les élévations des jambes, le bas du ventre, et hop. Parfait. On a 12 kilos, on a fait les Sam, c'est bon. On peut travailler ensemble, même à deux. On peut travailler ensemble, en fait, qu'on fait d'aide, genre Maro, quoi là. Exactement. On va faire hop, l'année. Voilà. Et on balance. Ciao. Oui. C'est très efficace. Haka nahi lkarch. Battement. Donc, déjà, on a un nage monéchmo lkarch. Jambes tendues, jambes fléchies. Ok. Il y a plusieurs exercices. Ou que les élastiques, je nage mon arme bien. Voilà, l'élastique pour travailler les bras. Les bras, ok. Oui. Donc, on trouve l'utilisation de la body sculpture Ayman Yisr, c'est là. Donc, facilement, on ajoute les objets qui font le produit, le col, on ajoute un autre pour un autre exercice. Donc, comme je l'ai dit, généralement, l'armoire et le col, on ajoute le body sculpture, elle est accessible à tout âge. On ajoute des élévations biceps. On ajoute aussi les élévations latérales. Les élévations, c'est pour les épaules. Je n'ai pas vu le tif, je n'ai pas vu les jeans. Là, vous avez les squats. Donc, quand tu as vu le tif, tu as vu le tif. Oui, exact. Là, je vais vous des squats serrés. Squat, tu vas te coucher à la course. Écarté, exactement. Bien. Et tu as généralement le saqi, tu as vu le saqi quelques fois. بالضبط انا نشوف ايمن اللي معناها بالبرودوي نتاعنا اليوم بودي سكولتور 18 انا نجمو نخدمو البدن الكل الاكتاف الساقين الكرش لي زابدو كل شيء تو لو كور دونك هو تو اللي قاعد يتفرج فينا جينيرالمون يقول ميز مام بروفيسيونيل معاكم دونك انتم تبارك الله وزيت دي بروفيسيونيل دو دومين لكن احنا بالبرودوي نتاعنا عندنا زاد سو سي دي لا سي دي هذا اللي قاعدين تشوفوا فيه في une panoplie d'exercices et les tenages mots t'stamlouhom mal le produit interne اللي هو body sculpture surtout ay men zagroun معناها ماهوش كبير يجي في الكهرباء نجمو نهزوه معنا نامبورتو وحسب ما شفت حتى على الباكو ايمن منتي اللي كنت عاوني الدور وفما لي زيكزيرسيس اللي نجمو نخدمو بيهم un exemple d'exercice donc لهنا عندنا presque une panoplie هوني فما 18 un renforcement cardio et en même temps stretching parfait Donc pour l'échauffement, pour les exercices ou pour l'étirement. Exactement. Mais est-ce que à part Hakaman et Stepper, nous avons un farcou ou un rakbou de manière autre? Bien sûr, bien sûr. Aya warina, warina Sam. Tac tac. Donc qui m'a dit chez nous? Yalla, nous avons directement itnaha et après. Attends l'année. Donc hier que vous m'avez. Déjà, le warrior qui fait chier que vous m'avez. Menoni, ça m'a. Il est en croisement, je pense. Voilà, exact. Même là, quand nous nous allons des exercices. Nous allons faire des exercices. Donc, on est en train de nous aider à 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 n
même بعد ما نكمل لي زيكزارسيس باش نوري فرد مره لهنا نجم نعمل دي زيتيرمون. اوكي دونك انا لا بوسيبيليتي دو فار دي زيتيرمون. تاخذ الفورمه نتاع الظهر يعني. فوالا ميم حتى كي تروح واحد من الخدمه تاعب من البيرو من القاعده في البيرو قدام لورديناتور تنجم تعمل دي زيتيرمون وحدك. اوكي دونك دوكو جوسكا مانون كان صدقني ربي حتى لتوا خدمنا ليشوفمون. توا نجمو نرجعوها. عملنا ليشوفمون عملنا كيلكو زيكزارسيس ليشوفمون خدمنا لا بارتي انفيريور اللي هو ساقين يعني سي دو سويت. ليشوفمون رونفورسمون لي دو. ليشوفمون رونفورسمون من عملنا ليشوفمون. وراتنا حتى ليتيرمون زاد. ليتيرمون زاد. جوستومون انا حبيت ان فيت les différents exercices. Donc, bien après l'échauffement, partie inférieure. Mm-hmm. Bah, nous avons vu quelques exercices renforcement de la partie supérieure. La ceinture abdominale. La ceinture abdominale. Ou tu as vu l'exercice après? Qui fait ça? En fait, je mets les steps l'ochrine. Les 10 marins, on fait les salles de sport. Ok. Qui a une chose spéciale? Balance. C'est très important. Ok. Donc. Qui fait ça? Je vais te faire un peu de temps. Je vais te faire un peu يا سامر راني نخاف انا ما فماش خطر في الاستعمال نتاعو نتيحش ولا حاجه 100% باه هاني باش نجرب بيان سور اش قولك سام كان نعمل معاك لي زيكزارسيس هكاكا نشوفو كيفاش نجم نشد روحي فوق البالونس خلينا نعمل لي زيكزارسيس دونك لازمنا ايمن نجيبو هذيك باش نركبوها زاده ميرسي سام دويا باش نوري كيفاش زاد نجمو نركبو الماكينه هذي فيت في دونك تاك تاك دونك كيما تشوف مايسا فيها سيستم دو كروزمون هوب لا وتركب تشد هوب وتوا في الوسط اي فوالا باه توا حاضر اي سامح مايسا باش تعمل سبور عندي قداش ما عملتش سبور اما استنى شبيك انت داير الغادي وانا هوني ما تخافش كيف 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 اون توت سيكوريتي تنجم تخدم با فورسيمون لازم كوتش معاك معايا في الدار وحدك تنجم تخدم ناخذ لي زيلاستيك زوز حط تون بي دوا اي تو بوز فوالا تتلعب شوية اسي دو غاردي ليكيليبر فوالا سوبر باه باش نبداو سام باش نبداو باللي بيسبس اون ميم تون لازم نخليو ليكيليبر هوب لهنا هلا خلي مرافقي السكرين فوالا سوبر بدينا نخدموا بالمسكل هذا فوالا كمان دونك هوني توا بدينا نخدموا في اليدين فوالا تنفس باهي نجمو نتعديو لي زيبول اقلب يديك لاكتيف لاتيرال نجمو نخدموا ان ترافاي تاع ستابيليتي اللي برشا عباد كي يسيقوا متضرب ولا حكي يزون دو مال ان فيت باش ينجموا يرجعوا يكاوروا ويجريوا اكسيتيرا دونك سام هذا اسمه دو لا ريدوكاسيون نجمو نعملوا ريدوكاسيون بالبرودوي هذا ان فيت باهي كيفاش تحاول تهبط و تشيرش لا ستابيليتي فازي مايسا انكور فوالا تقف ديما تو غارد ليكيليبر سا رانفورس الشوفي و سا رانفورس الكوادريسيبس تاعك بور بروتيجي تا روتول فوالا اقف فوالا ديما تو غارد ليكيليبر ناش حوالي ناش حوالي اون بلوس عملت اصعب اكزرسيس انا بالبالونس برافو يلا باغ كونتخ توا باش نعيط لسلوى خلي ايمن شقولك يورينا شنو هما لي زيكزارسيس الاخرين اللي نجمو نعملوهم اكزاكتومون احنا توا باش نخليو سلوى وسام يورينا لي زيكزارسيس لي ديفيرون زيكزارسيس اللي نجمو نعملوهم بالماكينه تاعنا بودي سكولتور احنا نخليهم يخدموا ونرجعوا يلا كيما كانوا يحكيو مايسا وايمن البلاتفورم كروسفيت جيم 18 عام تاع بودي سكولتشر نجمو نعملو بها 18 موفمون واكثر وقاعدين نشوفو مع بعضنا في مجموعه منهم مع لي كوتش سلوى كريستو وسامي خماخم. الكروسفيت جيم 18 عام تسمح لنا باش نخدمو البدن الكل من لي زابدو لي بيكتورو بيسبس تريسبس وغيره من لي موسكل تمارين تنجمو تفهموهم بالتفاصيل غراسو دي في دي اللي تلقاوهم على باري. الكروسفيت جيم 18 انا متاع بودي سكولتشر ماكينه خفيفه تنجموا تترانيو بها في الدار والا البرة ترجع لنا لونفي تاع ممارسه الرياضه ومنصوح بها من عند لي سبورتيف دو او نيفو. دونك خدمنا برشا بوكو ديكزارسيس سام كيما كنا قاعدين نشوفوا ماذا بيا كان تحكي لي على لي بارتي اللي خدمناهم في البدن الكل ونعطيو بالاكزارسيس بالاكزارسيس بيان سور ان فيت خدمنا تو لي موسكل اوكي
Voilà, c'est parfait. On a les épaules avant, les épaules arrière. Donc, on a l'actif, le codem, le télé. Les trapèzes aussi, ils ont été sollicités. En fait, les trapèzes, on m'a dit, aujourd'hui, une bine, l'actif ou le pectoral. C'est ça, c'est cette partie-là, exactement. Exactement. Généralement, on dit, il y a la partie qui nous a dit, à l'ordinateur, ou on a dit, à la bureau. Voilà, quand tu as une posture, en fait, on a dit, surtout, on a dit, on a dit, à l'ordinateur, on a dit, on a dit, donc, le trapèze. Exactement. Donc, on a l'actif, on a le trapèze. On a les dorsaux ou lombaires. هذا الكل ايمن نخدموه بماكينه واحده اللي هي بودي سكولتور اللي نجمو نخدمو بها 18 اكزرسيس ويظهر لي حتى نجمو اكثر من 18 اكزرسيس كما كنا نشوفو فيهم توا دونك ماكينه واحده نجمو نخدمو من الدار ونعملو سبور نتاعنا في الدار تنجم تربحنا برشا وقت وتربحنا زادة في البيدجي سام هكا ولا على خاطر ماهيش غاليه وتنجم تربحنا في البيدجي نتاع واحد كان يتقيد ولا يمشي ترين البار توا على خاطر الكورونا وكل ما نجموش ديما نخرجو كل دونك تبدا في دارك في salon, في jardin, partout en fait. Là, je me tiens bien. الماكينة في مونتاج في واحد بادي سكولتشر كروس فيت جيم تلقاوها في ميركادو ب 199 دينار في بلاصة 239. سورتو الاعمار الكل ايمن نجمو يخدموا بها رجال ونساء نجمو يخدموا بها الكبار والصغار نجمو زاده ايمن يخدموا بها جماعه الباك سبور يتريني ويعملوا لي زيكزارسيس نتاعهم زاده كيف كيف في الدار تنجم تبدا عمل جو وحدك في الدار في الصالون حتى موسيقى حتى الدي في دي نتاعنا فيه لي زيكزارسيس اون فامي تنجمو تخدموا حتى اون فامي فما شكون ينجم يخدم البارتي هذيا شكون ياخذ البارتي هذيا معناها نجمو نفس ملتي فونكسيون فوالا نفس لو برودوي نجمو حتى يخدموا به زوز من الناس دونك احنا باش نلوهم الكل في الساك هذيا نهزوا الماكينه تاعنا لي بودي سكولتور نذكركم اللي تلقاوها عنا في ماركادو بوانت ان في الروبريك ماركادو تي في باسوام خارقه للعاده نحب نذكر الناس الكل اللي انتم قاعدين تتبعوا فينا اللي تتبعوا في ليميسيون تاعكم ليميسيون دو تيلي شوبينغ الاولى في تونس اللي تعطيكم احسن لافاريات نذكركم اللي عندنا اكثر من 5000 برودوي وعندنا اون ايكيب اللي تسهر على الراحه نتاعكم 7 ايام على 7 من 8 نتاع الصباح للخمسه نتاع العشيه عندنا الرقم التليفوني اللي قاعدين تشاهدوا فيه توا اللي هو 31 333 666 نجموا تلقاو عبد ياخذكم بالتليفون يفسر لكم كل شيء والا با ان سامبل كليك انا توا نحب نشكر سام ونحب نشكر سلوى ميرسي بوكو بور لي زيفور كو فوز اي فورني ما تشكرش مايسا اللي عملت لي زيكزيرسيس خليني نكمل لك انا نحب نقول لك مايسا يعطيك صحة على البيجو اللي مديتي لي هذايا وانت مسيو ولا مدام اقيد كان كيفي انا عندك كل عام تقول غدوه 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 مليون باش نبداو مع ميركادو تي في Donc voilà l'émission interne à Lyon Moufet, a tiné comme les meilleurs deals, a tiné comme les meilleurs bons plans. Les mots aujourd'hui, on a fait Mercado TV, mais bien l'émission incontournable, on a la famille, on a tout ça, on a tout ça, on a tout ça, on a tout ça. Surtout les meilleurs prix, et maintenant je vous le dis, il y a une place à les produits internes à Lyon, mais je vous conseille, c'est Yasser, quand vous voulez, vous pouvez vous faire comme d'autres sur le site mercado.tn, et on vous dit, on se retrouve au Rodoua, dans le même temps, bye bye. Bye bye, ciao.